ليش ما قلتوا يطالب الحكومة برفض السفيرة؟ أبسط صلاحيات أي حكومة أن ترفض أي سفيرة. يا سفيرة الأمريكية وتصريحاتها. لا والله جاي شوف جاي تطلب منهم طلب. تدري هذا شقد بسيط الطلب؟ هذا بسيط بديهي جدا. عمي ثلاث ارباعهم يطقطقون من السالفة هاي. انطيني وربك هيجي يطقطق اذا تجيب لي اسم السفيرة يطقطق وانت تريد يطالب السفيرة. اذا لا يحجون بسيادة، لا يحجون بكرامة الشعب، لا يحجون بكرامة وطن، لا يحجون باستقلال.